نهاركم زين للكل. مرحبا بكم اليوم الاربعاء 25 افريل، نتقابلوا معكم كيما العاده مع الصحبه نتاعنا الحلوه نتاع كل صباح. ملك صباح النور حسام، صباح الخير فاتن محرز، مرحبا صباح النور. دونك كيما تعودتوا بينا كل يوم اكتواليتي اخبار الانترنت مع حسام، الجرايد وابرز العناوين تكون مع ملك، واحوال الطقس مع محرز. اما اليوم نستسمحكم انه قبل ما نبداو بتشوفوا معنا تصويره على الشاشه. اليوم 25 افريل 2018 يكونوا تعداو 20 سنه تقريبا على رحيل عملاق التلفزه الوطنيه نجيب الخطاب الله يرحمه، تحيتنا لعائلته لبنته اللي هي زده صحفيه. دونك نجيب اللي الناس الكل عرفت بدايته من خلال التعليق الرياضي مع كاس العالم 78، حبوه برشا توينسه، حفر اسمه في ذاكرتهم ما نساوهش الناس لليوم. لليوم تقريبا تتقارن الوجوه الاعلاميه الكل بنجيب الخطاب، يقال عند برشا ناس انه حتى حد ما نجم اليوم يفك بلاصه نجيب الا يصنع المجد اللي صنعه نجيب الخطاب في اياماته. برشا كلام يتقال على كاريره، برشا كلام يتقال على انه يمكن برشا ما حبوهش وقت اللي كان موجود على خاطره كان يقلق على خاطره فك بلاصه. لليوم مازال تحكي عليه برشا، ربي يرحمه، ونتمنوا انه التلفزه التونسيه والاعلام بصفه عامه يخرج برشا اسامي يكونوا موجودين على الساحه في قيمه نجيب الخطاب. حبيت نضيف حاجه فاتن، عملاق التلفزه والاذاعه لانه صراحه صحيح. كان معناها خلى ورر بصمه نتاعو في الزوز، معناها مجالات ولا بصريا ولا حتى سمعيا. شفنا كيفاش كانت عنده بلاصه كبيره حتى اذاعيا، لو كانت عنده نقاشات ياسر حلو، ثم ناس تربيت عليه تربيت على صوته، من بعد معناها اكتشفت مواهب نجيب الخطاب. احنا ديما نحكيو على نجيب، سامحني يا حسام، ديما نحكيو على نجيب في تونس، لكن اللي معناها يتبع ويعرف راه عنده قيمه حتى على الساحه العربيه. معناها هو كان عنده الفضل بعد ربي اكيد انه برشا فنانين عرب كانت انطلاقتهم وعرفوا اوج لي سوكسي نتاعهم مع نجيب الخطاب، فحتى اليوم عنده مكانه في قلوبهم وعنده مكانه على الساحه العربيه، وان شاء الله ربي يرحمه. هو واحد من لي ريفيرونس الموجودين في العالم العربي، وقت اللي تلقى انه لقاء يصير في تلفزيون دبي مثلا ولا واحد من التلفز الكبار، معناتها نحكي الكبار من ناحيه الماديه والامكانيات، معناتها لانه في نحكي امور تاريخ التلفزه التونسيه اقدم من هذا الكل. اما نحكي انه تلقى يجيبوا لقاء مع نجيب الخطاب مع جورج وسوف، يقول له شكون بدايتك؟ يقول له بدايتك انت مع نجيب، ويقصد معناتها نجيب الخطاب. وكي يجيبوا كذا مسير يقول له نجيب الخطاب نقطه فارقه في المسيره نتاعي. كي يجيبوا فنانين كبار في وقت من الاوقات انه تصنعوا اغنيات، يجيب ملحنين من برا سبيسيالمون لتونس في لقاء في لما تتخلق اغنيه، هذا حاجه ما كانتش موجوده. وظهر لي الامكانيات اللي كانت عنده قبل موين بور اللي كان يخدم بهم ماهيش موجوده تو. عنصر الابهار اللي كان يعمل فيه نجيب الخطاب بالامكانيات المتواضعه اللي كانت موجوده وقتها تتسمى حاجه كبيره برشا. ويظهر لي معناتها اما حاجه اخرى، انا ساعات ديما نتسائل هل انه معناها الناس اللي خدمت قبل خدمتها ظروف انه كانت فما تلفزه واحده وكانت العينين الكل عليهم وكان فما برشا تركيز، وفي الوقت هذاك معناها نحكي وكان على تلفزه وطنيه معناها، والا هما بالحق كانوا ناس مختلفين عرفوا يعطيوا تصويره اخرى، عرفوا يعملوا حاجات مختلفه، عرفوا يشدوا الناس، على خاطر احنا اليوم في ساحه فيها برشا اختيارات، المشاهد معناها ينجم ما بينك وبينه فلسه، ينجم يبدل وعنده اختيار انه يمشي للناس اللي تصنع البوز اللي تخلي فما برشا حديث وغيره، والا معناها بالحق في الفتره هذيك معناها كي نحكيوا على نجيب وبعده يجي حاتم وهيلا الركبي ولطفي البحري، معناها الاسماء هذوكم هل هما بالحق عرفوا يصنعوا الفرجه اللي اليوم غايبه، والا وقت خدمتهم ظروف انه كانت فما تلفزه واحده؟ ما كانش حتى كان نسميوها هذوما النوسيون تاع الكرونيكرز اللي كانت موجوده من قبل. معناتها كي نحكيو على عادل تلاتلي، كي نحكيو على خالد تلاتلي عفوا، ونحكيو زاده على عبد المجيد بن جد، ونحكيو على الناس دي ريفيرونس كانوا في الميدان هذايا، يظهر لي الناس كانت تحكم ضمائرها، كان الضمير هو اللي يتحكم فيه. معناتها هو كي يبدا يخدم ما يخممش انا راني وحدي راني نجري وحدي نجي الاول، لا يخم يقول راهو البلايص تتفكر او انا وصلت خذيت المصلحه هذه بتاع المنافسه بين بعضهم، معناها قبل الناس الكل اللي يعرفوا التلفزه من داخل يعرفوا كان جمعه بجمعه نفس بيناتهم قداش فما التنافس. حتى المرحوم جغام زاده كان هو نجيب الخطاب كان ثم منافسه، لكن هذا ما يفسدش الود قضيه، وكانت ما عندهمش الامكانيات اللي عندنا توا معناها ما ننساوش هذا ثم اشكاليات تقنيه وثم تطور رقمي صحيح. معناها اللي اليوم محطوط على طبق من فضه هما في وقت من الاوقات كانوا يخدموا في ظروف صعيبه، وتعرف انت فاتن
قبل كانت كلها تقريبا ظروف المباشر وكانت الامكانيات معناها انا منكم ما نسقطش عليك على خاطر التلفزه قبل كانت توفر اكثر امكانيات من تو، كان فما اكثر فلوس من تو، كان فما اكثر دعم من تو، يمكن تقنيا احنا اليوم متطورين مش كما تو اكزاكتلي، احنا يمكن تو متطورين تقنيا على معناها العهد القديم كان نجم نقولوا نتاع التلفزه الوطنيه هذه بتطور الزمن، لكن من ناحيه الامكانيات معناها الكبارات نتاع التلفزه ينجموا ياكدوا لك اللي قبل كان فما برشا فلوس مش كما توا معناها بحكم الظروف بحكم برشا شاغج اخرى دونك تغيرت الامور. اسمح لي ندخل، هو ممكن راهو اللي خلى البلاصه نتاع نجيب الخطاب ما تتفكش، وهذا رايي معناتها كمتقبل هو المستوى الراقي اللي كان يقدم فيه. اليوم كما قلت انت ينجم المواطن بفلسه ينجم يزابي من شان لشان، اما المستوى هذاك اللي يلم عائله كامله من غير احراج من بين البو من بين ولده من بين صغار، خاصه في الجنوب نعرفوا فما برشا ناس محافظين هذا الشيء اللي مش موجود توا حتى في القنوات الخاصه. اليوم يعرف روحه كان باش يحط قناه خاصه مش باش يلقى النيفو هذاك، مش باش يلقى المستوى هذا. والاهم من هذا نجيب الخطاب كان من الاعلاميين اللي مؤمن اللي عنده رساله في الدنيا ذي، هذيك علاش التو خلى الناس بالحق معناتها تفكروا بالحاجات اللي ما رضا الله الا برضا الوالدين اكيد ربي يرحم ربي يرحمه. دونك اليوم كنت نسمع في روبريك الصباح في اذاعه شمس خلينا نقول محمد بوغلاب حكي على نجيب الخطاب، لكن حكي على روح شريره اليوم ما تخليش اسماء تكبر، ما تخليش ناس تتميز، ما تخليش الفرصه للناس الاعلاميين هذوما انهم يوصلوا يعملوا اسم كيما نجيب الخطاب. ما نعرفش كان فما هالروح الشريره والا لا، لكن اكيد فما حاجه تخليك تقول معناها علاش اليوم ما نجمين نخليه ثم يعني وسائل ممكن العرق بين بعضنا اللي كنت قبلها انا قلت لك كانت منافسه اش معناها نقولوا منافسه حتى قبل راهو فما وسائل عرق معناها يمكن ما تظهرش للناس اما راهو في الكواليس فما برشا حكايات ويمكن زاد قبل كان اخطر من توا اللي يصير على خاطر كانوا يلعبوا على كبير معناها كانوا كبارات يلعبوا على جمهور كبير دونك كان الرهان اكبر دونك كانت المزاحمه كبيره والمنافسه كبيره برشا. راهو مش اللي يخرجوا برشا في وسائل الاعلام ويبداوا يحكيوا على اساس علاقتهم باهيه بنجيب اللي هو بالحق علاقتهم بنهي بنجيب، راهو في الحقيقه امور اخرى ومش كل شيء قاعد يتحكي في وسائل الاعلام. الله يرحمه، اما نتمنى كان جحيره وحكي برشا حقائق اليوم يجهلوها برشا عباد، اما اكيد فما ناس مقربه منه يمكن يجي نهار وتتكلم وتحكي برشا تفاصيل الناس ما تعرفش. وعندنا برشا قامات اعلاميه فاتن ما زالت موجوده صحيح، معناها الناس هذوكم نجموا نتعلموا منهم، ينجموا كان يتكلموا اليوم كيفاش كانت الخدمه قبل، كيفاش كانت المنافسه، علاش فتره من فترات عندنا اعلام بالحق يحتذى به، وقبل كي نقول لك برامج المنوعات في تونس كانت معناها العائله الكل تتلم حتى في العالم العربي كنا من الاوائل اللي عندنا البرامج المنوعاتيه هذيك، علاش اليوم ثمك تراجع؟ علاش اليوم ما عادش يتفرجوا في برامجنا؟ علاش اليوم ولينا نلوجوا على ثقافه البوز اكثر من الثقافه معناها انه باش تقدم برنامج تثقيفي عائلي والا تخلي تقدم معناها منتوج حلو اعلامي حلو؟ هذا اللي الاشكال اليوم شنو اللي صاير معناها؟ برغم التكنولوجيا الحديثه كما قلت انت تقنيا تقدمنا ورقميا تشوف الكاليتي ديماج اتش دي اليوم، لكن مانيش قاعدين نقدموا بالدرجه المطلوبه لكل الناس. الجمهور هو اللي تبدل، سامحني نجاوبك، الجمهور هو اللي تبدل. قبل كانت فما اولويات مطلوب كما كنت تحكي انت، التلفزه كانت تلم عائله كامله وان شاء الله معناتها نوصلوا اليوم نلقاو التلفزه تلم عائله كامله، خاطر باعتبار التطور التكنولوجي اليوم تلقى حتى في سهريه كل واحد في عائله في دار واحد شاد تليفون واحد تابلت كل واحد في العالم تاعو، وان شاء الله بالحق معناتها انسان يربح الاوقات هذه باش يتلم مع عائلته. انا مانيش موافق انه الجمهور ما يحبش هيك، خاطر ساعات تعمل فما بعض الوثائقيات اللي تعملهم التلفزه الوطنيه يحكيوا على الزمن الجميل، يحكيوا على تونس قبل كيفاش كانت، يحكيوا على الحفلات قبل كيفاش تعديت، جمهوره من الاجيال الكل يتفرجوا فيه من صغار من مراهقين. اما كتاب نسب المشاهده ما تلقاش كيف حاجه البيت تفرض روحها. باهي حكينا برشا يظهر لي تولنا ومازلنا ما بديناش في لي روبريك نتاعنا، دونك نبداو مع ملاك نمشيو لعناوين الجرايد. نمشيو لعناوين الجرايد، نحكي على لقاء مهم اليوم موجود فيه رئيس الحكومه يوسف الشاهد في اللاون نتاع جريده لابريس وفي كل وسائل الاعلام فاتن. نحكيو على زياره لدول البينيلوكس خلينا نقولوا فيزيت اوفيسيال دو شيف دو غوفرنمون او بيي دو بينيلوكس بور ان ستاتيو على ميزور دي زامبيسيون دو لا تونيزي، هكا حكى المقال. انا نقرا ممكن قراءات خلينا نقولوا مستقبليه اليوم علاقات حكومه
حكومتنا وعلاقات دولتنا مع الاتحاد الاوروبي، مع اليوم نعرفوا عنا ديكريدي على ذمتنا، عنا مشاريع لازمنا نقدموها ونثبتوا لي نحن على قد ممكن الانتظارات منا. نحطكم في الاطار، رئيس الحكومه يوسف الشاهد تو عنده نهارين، خلينا نقولوا من نهار من البارح النهار ثلاثه في زياره عمل الى دول البينيلوكس، هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، بتمتد الجوله هذه 4 أيام من 23-27 أفريل. استهل الزياره هذه اكيد بلقاء ببروكسل مع الممثله العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه وسياسه الامن غادي. اكيد شنو هي الانتظارات اليوم ممكن تفعيل اتفاقيه التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي في سنه 2019؟ وكما قلت فاتن اليوم ما نخدموا عنا سنوات على المدى القريب ولا المدى البعيد اللي قاعده تخدم عليهم تونس، واليوم ليماج نتاع تونس راهو ماذا بينا نخرج من القائمه السوداء. في الاطار هذا ثم قراءات تحليليه في الصحافه اليوم تنجموا تكتشفوها بالحق، قراءه حلوه برشا. اليوم شنو لازمنا نعملوا باش نخرج رواحنا تدريجيا من القائمه السوداء هذيا ونكسبوا ثقه الاتحاد الاوروبي اللي هو الشريك الفاعل راهو مع تونس؟ واكيد نعرفوا اليوم صندوق النقد الدولي ولا الشروط المجحفه خلينا نقولوا اللي قاعدين نعانيوا منها، هذاك علاش لازمنا اليوم نقفوا على الستاتيو نتاعنا، نقفوا على الاقتصاد نتاعنا. اليوم شنو المشاريع نتاعنا تكون استراتيجيه نتاعنا واضحه للدول هذه، خاطر هذوما ما تعرفوش راهو بك وثيقه وسنعمل وتسويف هذاك يحاسبوك اللي موجود باللي بوان شنو هي باش تخدم على المدى القريب وعلى المدى البعيد. نراها زياره مهمه ان شاء الله رئيس الحكومه يستغلها احسن استغلال وان شاء الله نخرجوا منها معناها بنتيجه باهيه ان شاء الله. نمروا للحدث مهم واحنا ديما نحكيوا فاتن ونقولوا السوق الافريقيه سوق واعده، ممكن ثم قراءات اعلاميه تقول لك اليوم رانا فقنا مخر شويه انه مدى اهميه السوق هذه، لكن ما يسالش يقول لك مخر خير ما ثماش اصلا. اليوم نحكيوا على المنتدى الاقتصادي الافريقي اللي تونس ممثله فيه، عندنا وزراء حاضرين فيه في جريده الصباح كما قاعدين تشوفوا في الصفحه السادسه نتاعها. نحكيوا على المنتدى الاقتصادي هذايا، تونس تقتحم افريقيا عبر شراكات واسواق جديده، هذايا كيف زاد البارح سجلنا انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الافريقي واللي يمتد على يومين في تونس في نسخته الاولى، هذايا اكيد بالشراكه مع وزاره التجاره والبنك العربي للتنميه الاقتصاديه بافريقيا وكاله التعاون الفني الالماني والمؤسسه الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره، شارك فيه 38 دولة إفريقية و140 مسؤول إفريقي رفيع المستوى من القطاعين العمومي والخاص. اليوم السوق الإفريقية سوق واعدة، سوق كبيرة، اليوم تقدموا علينا أشواط معنا الأسواق هذية، ما عادش نغزروا كالنظرة الدونية ولا خلينا بين ظفرين فاتنا كنظرة الحجرة راهو الأفريق ما عاد ما فيهاش حتى طموح، ديما لوروب نغزروا. راهي واعده، راهي سوق اليوم حتى احنا باش يعملونا ممكن جسر مرور بالنسبه لدول متقدمه بالنسبه لافريقيا، نشوفوا الصين، نشوفوا اليابان، الدول هذه بدات تستثمر، بدات معناها تنستالي روحها غادي خاطر قاعده تقرا لبعيد، تعرف اللي اليوم الاسواق هذيك راهي هي واعدة. ابرز الاسواق لازمنا نخدموا عليها برشا. احنا المشكله فاتن بعد الثوره كل رئيس حكومه ورئيس دوله يشد ان نعملوا هكا المنتديات ونهزوا رجال اعمال، حاجه حلوه برشا راهو، لازمنا ندعموها ما نخليوهاش مناسبتية ولا هنا هزيناه وعملوا زياره وروحنا سيبون. فما برشا بداوا قاعدين فما برشا توانسه انتصبوا غادي، وحتى الحساب الخاص ما نحكيش على الدوله رفقا. لا صحيح اي معناها فما برشا رجال اعمال متجهين عندهم مده للسوق الافريقيه وقاعدين يتعاملوا معاهم برشا ويخدموا معاهم برشا، وان شاء الله ربي يسهل الخير اللي فيه مصلحه ان شاء الله. اكيد اكيد صحيح، هو تاكيدا كلامك كما قلت انت، معناتها فما نظره استشرافيه حتى من دول جنوب شرق اسيا فيما يخص الاستثمار في افريقيا. انا كنت في طرابلس في النيجر وفما حي كامل اسمه حي شناوي غاديكا سيتي دي شينوا، بالحق فما حتى برشا رجال اعمال ريتهم من الشرق الاوسط من لبنان غاديكا، بالحق مع الناس اللي كانت عندهم تنظر نظرتها استشرافيه يعني وقت اللي هي سوق يعني مفتوح لبعيد. انا نتذكر كعبت لي غورت غاديكا ب 3600 سيفا بريسك ب 14000 فلوسنا، معناتها العباد غادي قادر تستثمر. بس انت غادي في النيجر تربص تربص كان على الشمس؟ لا لا كان على صور تحليل صور القمر الاصطناعي، هي لوميتسات كل مره تختار بلد من افريقيا يتم في فيه تقديم معناتها الكور هذا. وعام 2010 كان في النيجر. سؤال استفزازي قضيه سؤال استفزازي صيب الاستثمارات وريت التونسي كيفاش وقت اللي هو الشوا ديجا الشوا نتاع البلاصه هذيك اي الشوا نتاع البلاصه هذيك باش يقريوا فيها سيتي ان شوا استراتيجيك اكيد. فما علاش عندهم الكليما نتاعهم على خاطر نمشي لايون طبقتها الجريده تفادي الاشهار لايون نتاع جريده الشروق اليوم كيف زاد فاتن قلت كل وسائل الاعلام
والجرائد الكل تناولت الموضوع. اليوم صحيح معناها اللهجة نتاع كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي تغيرت شوية، شفنا أنه واعتذر للصحفيين بعد التصريح هذاك، لكن اليوم القراءة في تبعات الموقف اللي صار هذاك، اليوم تبعات ونتائجه على مستوى التلميذ. اليوم ثم تلامذة ناوية تلتحق بمدارس أجنبية، معناها بالمستوى نتاعها لازم معناها تكون عندنا معدلات ممتازة. اليوم فكر ريبتور اللي صارت هذيك، شنو باش تكون الخلفية نتاعها؟ نلقاو في اللايون نتاع هو منطقيا راهم التلامذة هذوما ما عادش عندهم إمكانية أنهم سنة، معناها الناس هذوما خسروا عام على خاطر ما عادش عندهم الإمكانية يلتحقوا معناها المعاهد والا الكليات الاجنبيه. علاش؟ على خاطر من المفروض ياخذوا البولتان تاع السيمستر الاولاني ولا التريمستر الاولاني ويبعثوها في هذه اللي ما صارش، ما فماش دونك ما فماش الامكانيه اصلا. باش نفهموا اليوم علاش كنقولوا راهو تغليب المصلحه العامه قبل المصلحه الشخصيه، راهو كنشوفوا نتائج هكا مش حلو. وقت اللي كنا في المناظرات نتاع البكالوريا عندنا تلامذه ممتازين، معناها معدلات قويه ومعدلات باهيه ونلقاهم كفاءات ويمشيوا يقراوا في الخارج. اليوم شهدت تكون يتحمل المسؤوليه ما عادش معترف بها. هذا للاسف اللي صاير مع الازمه اللي صارت. هذاك علاش اليوم تبعات الخلاف اللي صار نقراو في العيون تاع جريده الشروق. اليوم استئناف الدروس والحسم في حجب الاعداد، تعنت اليعقوبي يفجر غضب الطبوبي. اليوم حكي برشا كلام في الكواليس وفي الاوف انه قد تكون هناك بوادر ازمه اليوم في صلب الاتحاد في حد ذاته بين النقابه المركزيه ونقابه التعليم الثانوي. الاضرابات يقول عنوان اخر اضرت بالبرنامج الدراسي وهزت صوره المدرسين، سنة هزيلة رغم الحل. يعني رغم هذا الكل معناها اليوم وين باش نوصلوا باللي صار؟ كما قلت فاتن المتضرر الوحيد اليوم هو التلميذ. اليوم على الاقل نقولوا الحمد لله اللي رجعت معناها دروس واستأنفت، نشوفوا اشترى الكاس المعبي معناها ديما باخف الاضرار. على الاقل اليوم التلامذه رجعوا لمقاعد الدراسه. تبقى هل انه الاسبوع الجاي عطله ماهوش عطله باش يقراوا مش باش يقراوا؟ زميلنا ياسين فوغالي قبيله بعث لي يقول لي انه فما حديث في بعض المعاهد التلامذه باش يعملوا اضراب على خاطر رافضين معناها عندك ديجا معناتها قريت انه في معهد مونفلوري ديجا معناتها اضربوا تلامذه بجزء كبير. هو بعث لي على حي الخضره زاده كيف كيف، دونك التلامذه رافضين انهم يقراوا الاسبوع الجاي. في المقابل معناها الاساتذه هما يلتزموا يقريوا في اسبوع العطله مع عدم اقتطاع الايام نتاع الاضراب، دونك التلامذه رافضين. هذه يمكن رده فعل ما نعرفوش. صغار بريتو معناتها التلميذ في العمر هذا ماهوش في عمره ينجم يقرر ولا عنده وعي. نتذكر انك كنت صغير كان من احسن واسعد ايام حياتي نهار اللي ما نقراش. ما عرفش محرز مش كيفي خاطر محرز يا فرمو كان معناتك المواد بيسر على القرايه وين؟ القرايه محرز حتى التلميذ القرايه يفرح كي ما فماش قرايه قبل ما مش اكزامبل اسويفر او هذا، اما ذي الحقيقه في لحظات صدق. لا متاكد معناتها كنت تلميذ نجيب، خديجت جائزه سلوك حضاري في نوفيون في الباك. معناها كنت تلميذة نجيبة كنت ديما بالأول، ما كنتش نفرح أنا كنت تلميذ نجيبة ما كنتش ما عنديش السلوك الحضاري ما خديتهاش الحق التتويج هذا ما وصلتلوش. خلينا من السلوك الحضاري نمشيو لاستعدادات رمضان. نختموا مع جريدة الصحافة في الصفحة العاشرة كما قاعدين تشوفوا اليوم استعدادات كبيرة لشهر رمضان الفضيل. مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط يقول أعددنا 200 فريق لتأمين المراقبة الصحية في موسم الاستهلاك الصيفي. كيف كيف احنا على أبواب كما قلت رمضان وشهر الاستهلاك بامتياز، لكن هل انه اليوم الفرق المراقبة الصحية ذي يقول مثلا تونسي اللي يسرق يغلب اللحاح؟ ان شاء الله ان شاء الله معناها يؤديوا الواجب نتاعهم ان شاء الله. هما الحقيقة في كل مناسبة يكونوا حاضرين ونشوفوا حملات تجيب نتائج باهية ان شاء الله، يدعموهم بالامكانيات من البشرية واللوجستية حتى يخدموا خدمتهم. اكيد واحنا باش يكون عندنا مدير الانتاج الفلاحي بوزارة فلاحة غدوة إن شاء الله فاتن يعطينا أكثر تفاصيل اليوم على الاستعدادات اليوم لشهر رمضان، لأنه باش ما نسمعوش الماء هذيك تقطعت هذيك تزادت اشتغلة باش ما فماش بالسوق. نفس اللغة تاع كل يوم تم هل أنه ثم استعدادات معناها للشهر الفضيل هذايا وإلا لا؟ حسين ما عندك جمعة وأنت تحكي لنا على العظم، معناها مشكلة كبيرة. خاطر نفس اللغة قاعد نسمع فيها وسورتو معناها. تو نقول لك زوز ملايين بيضة ولا أكثر ولا أقل. وتم خازن كذا وتم رفع عدد مخالفات هو به قاعدين يخدموا لأرواحهم. ما يتبقى أول نهار في رمضان بلوكاج توتال، ما عادش تلقى حتى شيء. هذا شفما ما عنديش هذا وخاطر زيد شويه راهو الناس زيد فما برشا لهفه وكانه باش يتقطع العظام. انت العظام موجود معناها وهو لازم العظام حتى صحيين غير منصوح به، نقص شويه من البريك والتواجن ومش من عاداتنا بريك والعظام كي الزينة. لا بالحق والله بالحق كلامها صحيح، يعني مش بالضروره حاجه مش موجوده ولا حاجه غليت راهو يولي فيها العسل والمشروع. ايوه معدنوس ولات بدينار مش لازم معدنوس، لازم هو المعدنوس معناها حاجه حياتيه ضروريه.
الخبز. لا الخبز صحيا صحيا الناس اللي تم المختصين في التغذيه يقولوا انه مش لازم، اما نحاولوا نقصوا الماكسيموم الخبز خاطر فيه ضروره، معناتها كي تكثر منه فيه هنا برشا ضروره. اما لو كان تغزر للجانب الاخر، قداش كميه الاغذيه اللي تم اتلافها في النهارين الاولين نتاع رمضان؟ بالحق راهو المواطن هو المسؤول على ذلك كل شيء. المواطن يستهلك بعينه اكثر من اللي ياكل. يعطينا حول الطقس، احكيو على السخانه. انت قلت لي سخانه من نهار الاربعاء، بالحق اليوم طقس سخون سخونه. طقس سخون، طقس سخون. البارح نحكيو على درجات حراره فاتت المعدات العاديه تقريبا بسته لثمانيه درجات بالعديد من المناطق، طاقه حراريه هي ممكن ساهمت في ولاده خلايا رعديه في المرتفعات الغربيه البارح العشيه، وساهمت في نزول بعض الامطار في ولايه الكاف. الامطار وصلت حتى ل 14 ملم بالنسبه لكاف بوليفه، تقريبا في مستوى 3 ملمات ببقيه معدميات ولايه الكاف. واليوم تواصل ارتفاع درجات الحراره تقريبا توصلها في نفس النسق التصاعدي مقارنه بال 24 ساعه الفارطه. اليوم نتوقعوا الحراره القصوى باش توصل ل 32 درجه في تونس الكبرى، نتوقعوا 31 في بنزرت، في زغوان 25 في جهه وطن القبلي، 33 في باجه، 32 في جندوبه، ايضا في الكاف 31 درجه بسليانه. بمناطق الوسط اليوم نتوقعوا 32 بالقيروان، 31 بسيدي بوزيد، 29 بالقاسرين، 28 بسوسه، بالمنستير 24 درجه بالنسبه للمهديه، وفي مناطق الجنوب اليوم نتوقعوا تسجيل 31 بقفصه، 34 في توزر، 37 درجه في قبلي، بالنسبه لصفاق صواقابس 29، 32 بمدنين، و33 درجه في تطاوين. انما اللي باش يعمق احساسنا بارتفاع درجات الحراره هو نسب الرطوبه العاليه والعاليه جدا. الرياح اليوم بتكون عفوا في اغلبها من القطاع الشرقي، الشرقيه للجنوبيه الشرقيه، رياح بحريه بالاساس، وبالتالي الحراره باش يحسها المواطن العادي تقريبا ممكن ازيد ب 8 ل 10 درجات مقارنه بالارقام اللي كنت نحكي عليها اليوم. والرطوبه هذه مش على مستوى سطح الارض فقط، انما حتى على مستوى بقيه طبقات الغلاف الجوي. كما لاحظوا الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا، هذه الصوره اللي تجينا كالعاده من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. السحب المرتفعه الموجوده توا في مناطق الجنوب هي اللي باش تشملنا بصفه تدريجيه خلال الفترات القادمه، والطاقه الحراريه الكبيره هي اللي بتساهم في ظهور خلايا رعديه بعد الظهر في المناطق الغربيه، واللي تتفرع وتشمل تدريجيا شرق البلاد بالنسبه لليله القادمه. ما نتوقعوش كميات كبيره للامانه، انما باش نكونوا معنيين بوصول بعض الكتل الهوائيه البارده بدايه من غدوه. غدوه ان شاء الله طقس مغير تماما لليوم، نتوقعوا على سبيل المثال تونس العاصمه باش تنزل فيها درجات الحراره ال 25 درجه، وبالتالي نحكيو على فرق كبير، فرق ما بين 32 درجه 7 درجات تقريبا. السخانه هذه ما تغلطناش، الاولياء نعرفوا بعد الارتفاع هذايا ممكن الصغيرات باش ينقصوا برشا معناتها في اللبسه نتاعهم. راهو غدوه باش تبرد، باش تبدل شويه الطقس، مش برد كبير انما طقس ربيعي. نردوا بان ما نصيفوش ومازال بكري. احنا صيفنا صيف مازال بكري. احنا ما نخوفوش الكبار ما يسالش، اما الصغيرات احنا نقولوا ساعات يهزوا. الوقايه خير من العلاج. احنا نقولوا يهزوا الصغار في نهايه الاسبوع باش يتفرهدوا كذا، هاوك خذوا ايامات عطله. الأستاذة معناتها تكرم عليهم بعض اليومات العطلة مشاو معناتها تزامنا مع درجات الحرارة المرتفعة. تزامنا مع درجات الحرارة. والله هو ممكن نجاوب هنا على تساؤل، خاطر برشا ناس يقولوا اليوم الطقس سخون نمشيو نعوموا، ولا راهو اليوم الجانب الحركي يطلب منا برشا يقظة. تقريبا سرعات الرياح باش توصل ل 40 60 كم في الساعة قرب السواحل بمناطق الجنوب، البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في سواحلنا الشمالية، حتى خليج قابس يكون قليل الاضطراب فمضطرب بالنسبة لبقية السواحل، وتقريبا باش تتواصل رياح قوية حتى بالنسبة بالفترات جايه. مازال بكري ما نعوموش، وحتى بالنسبه لخينا البحاره يقراوا حسابهم فيما يخص رياح القويه خاصه قرب السواحل وبالجنوب كما كنت نحكي. انت مش عمت نهار لحد؟ اي اما البحر قليل الاضطراب. نهار لحد يعوم هو نهار لحد ويقول العباد ما تعوموش. لا ما هو البحر شديد الاضطراب. هو المثل كيفاش قلت المثل؟ اما البحر فيه موج محرز، قلت المثل هذاك في الحسوم. بعد الحصون ب 40 يوم نحيك سيكو. هو لا بعد الحصون ب 40 يوم يقابل 27 افريل. هو انا قبل بكري شوي. هو 25 مهيرين معناها نهار الجمعه غلط في الراي العام. هو عام على خاطرنا، راهو عام باش يتستينا البحر اسكو يعوم ولا لا. باش ينصح ينصح بحقيقه. باهي يعطينا اخبار الانترنت حسام. اخبار الانترنت نعطيو بالطبيعه على اهم شخصيا الويب رادار كنت حجبتها معناتها هم يحجبوا حتى زاد عندي حجب. لانه خاطر ويب رادار تعطينا بعض الشخصيات السياسيه واللي كان باش نحكي عليهم داخله في الحمله الانتخابيه، باش تدخل في الحمله الانتخابيه تجي خطيه، والخطيه ما عنديش فلوس باش نخلصها. ليه؟ نرجع للموضوع اللي هو اكثر شخصيه توا هو مو السياسي، نحكي على اسعد اليعقوب ونقابه التعليم. بلاش تطلع مترشح ولا حاجه. انا صحيح تحكي لنا على محمد صلاح مازال ما وفاش مسلسل تو نجيو صلاح تو نجيو التعليم الثانوي. ليه؟ باهي. خاطر وفاء معناتها تنشقوني هي باهي معناتها راهو البيان. هي سعيد. شبه سعيد.
النهاية تنسبوا مازال هي حتى تو مفتوحة، يظن فما جزء ثاني مش واضحة. نتمناو البيان، كان هبط البارح البيان اللي قاعدين نراه تو على الشاشة، البيان نتاع نقابة الثانوية اللي قالوا استئناف الدروس مع حجب الأعداد، وهذا في حد ذاته إنجاز يعتبر فيو اللي احنا مع الأيامات اللي فاتت كنا نحكي وصلنا لدرجة اللي باهي تعرفش كيفاش رجعنا نقراو وكمل حجب الأعداد. هذا اللي صار. أما اللي صار من بعد أنه حاجة أخرى، التلامذة كيف كيف عندهم رأي في الموضوع هذا، شنو يقولوا التلامذة؟ قالوا أنتم ماكم قرفتوا، هيا تو سيدي تو قايتنا تو احنا زاده باش نقرفوا. التلامذه قرروا هذه حسب جريده الصباح نيوز نقلت بعض الاخبار اللي موجودين عند التوانسه من صفحات بعض المعاهد، يلقاو انه برشا تلامذه في بعض المعاهد قرروا انه تسيب العطله. اي فوالا، ما تحبوا عطلتهم على طول وما ما ترجعونيش نقراو في العطله، راهو معناتها هذه القريف تحمل مسؤوليتهم انتم مش احنا. هذا قرار التلامذه، ولو اني انا في الحكايه هذه صحيح الصغار تو ولا عندهم وعي اكثر برشا من قبل، اما راهو يقعدوا صغار معناتها ما نجموش يقروا هم ولا يقولوا نقرا ولا ما نقراوش. هو يحتمل جانب من الثواب تاكيدا لكلامك، خاطر راي العطله اللي كانت مبرمجه للصغيرات راهو حق الصغيرات باش يرتاحوا. نعرف برشا اولياء معناتها نخدموا احنا في دارات تعمل دوموند نتاع كونجي من قبل باش يجي باش تتوافق مع العطله. اليوم اللي عملوه الاساتذه معناتها بالحق دخل كل شيء دخلوا بعض. انا ضد اللي قاعد صاير تو، معناتها بالحق لازم تأطير كبير من الوالدين باش على الاقل كل واحد معناتها يطيح من جهته على الاقل تكمل السنه الدراسيه هذه سلامه. نجموا نقراو نهار نرتاحوا نهار نقراو نهارين. الكلام اللي حكينا البارح شنو قلنا؟ مش قلنا معناتها نتمناو انه ثقافه العمل وثقافه الناس تخدم الارواح هي اللي نعديوها للتلامذه. اللي تعدل التلامذه ثقافه الاضراب، ثقافة انه ما يحبش يخدم على روحه، وللاسف هذه موجوده وهذه النتيجه اللي قاعده تصير. لاني حبيت نعمل قوس صغير البارح معناتها فما بعض لي كومونتير على صفحتنا، يظل البلاتون تاعنا كان متوازن البارح، فما شكون مع الاستاذه فما شكون ضد، معناتها مش ضد ما فما شكون، معناتها كل واحد ياخذ راي مش بالضروره باش يكونوا كل كيف كيف، ماناش الكل نخموا كيف كيف وماناش قوالب معناتها باش كل واحد تلقاها. ايمالغري سا فما شكون تخلوا سبنا معناتها وباقذع النعوت معناتها كما يقولوا باللغه العربيه، وقال فينا كلام خايب برشا. كي دخلت الصفحه نتاعو حبيت نشوف نلقاها استاذ، معناتها انا توجعني توجعني برشا الكلمه توجعني من استاذ، لانه استاذ معناتها ديما نراوح حاجه كبيره فما خطاب راقي يكون للاساتذه معناها. اما اليوم مشكله حق الاختلاف، فما اكزاكتومون فما حق الاختلاف وبعدها ثقافه اذا كان ماكش معايا راك ضدي معناها. ما فما كلام خايب ما يتقالش كمان، تنجم تقول لا راكم غلطين ولا لا راهو اعطيني فرصه خلينا نتكلم. بالعكس انا نتصور معناها انا ما قريتش الحقيقه المساج اللي انت تحكي عليه، اما اذا كان هو فسخته مصاب انا خليتني نشوفه. دونك اذا كان هو معناها بمستوى ماهوش محترم دونك ما يستحقش اصلا نعلقوا عليه. مش نعلقوا عليه لانه شفتها في برشا معناتها شفتها في برشا صفحات، يمكن على صفحتنا معناتها واتيت كان هذيك هو. اما شفت طريقه الخطاب نتاع بعض الاساتذه، نقول بعض لانهم يمثلوا معناتها اقليه، لانه بالنسبه لي انا ديما استاذ الى يوم الناس هذا يعرضني استاذ ولا معلم معناتها واحد تب تسرس ومعناتها ويقدر على الاخر وما تحشم رسمي تحشم وتقدر وترى حاجه كبيره. راهو صحيح صحيح كما قلت انت احنا نتجاوزوه، انما راهو السيد هذا مش باش يكون فوق القانون، معناتها بالحق اليوم لازم يطبق القانون عليه وعلى غيره. اليوم هو استاذ اذا كان معناتها وصل مسنا احنا في شخصنا واحد، فانا راني تنجم تشكي به باش نطبق مهرز وسع على لا خاطر نورمال على خاطري حتى انا مع محرز اذا كان معناها نرجع نشوفوا المساج. احنا ما قلناش كلمه معناتها ماشي في بلاصتها، نتبعوه نتبعوه باهي اوكي باهي. الله يجعلنا معناتها الله يجعلنا شر. نمشي للخبر الثالث، يجينا من السيد يوسف الشاهد بعد ما مشى للقمه شو اسمها اللي قطعت تاع بروكسل البنيلوكس، دول البنيلوكس بس خلاص باش شغلت باش زعما شغل. مشى بعد مشى للقمه نتاع البنيلوكس هذايا وجاب لنا الفليسيت لهنا، فما كلمه كان قالها البارح فرحت برشا توانسه. المفوضيه الاوروبيه قالت باش تكمل تعطي فلوس لتونس حتى 2020. تبقى الحاجه اللي تخوف بعد 2020 ايش باش يصير؟ شكون بينا؟ فوالا هذا هو المقال. نتمناو انه من هون ل 2020 تتحرك الدنيا تدور العجله يزينا ما كان تاع شكون باش يعطينا وشكون باش يعاونا. نفيقوا التخميره نتاعنا اللي احنا توا فيها والبلاد تشد فيها. انا نصوري ضد شونا حتى 2020 2020 نوليو نجريو ان شاء الله وحدنا وان شاء الله نطلعوا للسيرفاس ان شاء الله نخدموا على روحنا. 2020 راهو غدوه معناها، احنا توا في شطر 2018 باش نبداو نعرفوا اللي راهو ماناش نحكيو على حاجه ياسر على مدى بعيد. وهذوما راهو ما يفدكوش راهو نخدموا على روحنا. هذا أهم حاجة معناها صحيح. اللي من بعد اللي هي قطاع آخر متقلق، وقطاع يمكن يمس برشا منا، يمكن عندنا اللي عنده أبوه اللي عنده قريب وعزيز وأمه واحد من العائلة من المتقاعدين، المتقاعدين يثورون. لأن فما مقال يقول أنه المتقاعدين، الكاتب العام تاع جماعة المتقاعدين قال أنه عمرهم ما وصلوا المتقاعدين منذ الاستقلال للوضع اللي هما فيه تويكا. يظهر لي معناتها الوضع راهو مش مسؤول عليه الدولة في حد ذاتها أو الصناديق الاجتماعية أو فما ميكانيزم كامل غلط.
ثقافة الناس اللي تصب على رواحها معناتها نتاع المتقاعدين، الثقافة ما زلت ناقصة برشا عند التوانسة، ويظهر لي وقيت نخموا فيهم خاطر فما راهو الجراية نتاعهم المتقاعدين يضمروا مسلم هما كهو. معناتها عبارة قلنا لهم براوا على رواحكم، معناتها احنا تخلينا عليكم بعد ما عملتوا، بعد عطيتوا للدولة، عطيتوا للبلاد، عطيتوا لعائلاتكم، احنا نتخليوا عليكم. لا راهو فما ناس شفت الجراية تقول أنت راهو مش قصيله شهر ولا شهرين، وحتى كان 200 دينار و300 دينار، نعرف برشا عائلات ويقف على 200 دينار و300 دينار. بالطبيعة ناس تعيش بها. فما برشا ناس عايشين بالجراية ذيك رفقا بالمتقاعدين. وسامحني حاجة أخرى مبدئية، هو حتى كان معناها متززي ومتفضل عليهم ال 200 دينار راهي حقوق، مش على خاطر معناها الدولة تصبين ومعناها عندها حق حجب الشهرية، دونك باش نبداو واضحين، معناها هذاك حقه هو فلوس وخبيهم عند الدولة، اليوم قاعد ياخذ فلوسه بطريقة شهرية، دونك ما عندهاش الحق أنها تقطع الشهرية. ثم زوز أنواع، ثم الجراية معناها الروتريت نتاع كل شخص خدم فتره من فترات، لانه ساعات نحسوا تكون مختلفه من شخص الى شخص، وثم ناس اللي صبوا على رواحهم قبل ما خدموش في نقولوا في وظيفه عموميه ولا في الصحه، دونك ما تكونش كبيره برشا، في قاعدين نلقاو في 150 دينار و200 دينار، ترى انت 200 دينار اليوم يتصرفوا في نهارين في حكايات ان شاء الله يخلط يخلص بهم 100 وضع. فما حالات اللي ما يعيشش باش يتمتع بالجرايم نتاعو وتتمتع بها زوجته اللي تاخذ تقريبا شتر، معناتها واشترش باش يعايش اشتر 100,000 في تونس راهو معناتها ريت. سامحني هنا نجاوبك على حكيناه البارح، كي قلت لك البارح اذا كان اليوم استاذ ياخذ في 1.5 مليون يقرف، فاللي ياخذ في 100 و200 الف بربي ايش تحبوا يعمل. قلنا عاد احنا البارح زاد قلنا انه كل قطاع وحده ما نجموش نمثلوا حاجات ما تمثلوش، كما البارح سال على حكايه محمد صلاح، الناس الكل تقارن به وتقول عندنا جوهرات في تونس، كل واحد هو اسمه فلته من فلتات الكوره، معناتها مش بشرتي هي معناتها بنقصيو على جوهرات نتاعنا علاش ما وليتوش محمد صلاح، لا غالب معناتها كل واحد وامكانيات كل واحد ربي شاطع لسه يقرا وخدم وصل الزيف فتره فتره يسمع تلقى هو خدم هذين ناكدوه معناتها بالحق محمد صلاح برا خدم برشا على روحه قارن مستواه كيفاش كان في مصر وكيفاش البرا وكي تسمع معناها شنو اللي عامل حتى لتوا في الكارير نتاعو انا استغربت وقت سمعت اللي عمره 25 سنه خاطر مش متابع الحقيقه في الكوره دونك 25 دونك بهت الحقيقه خاطر اللي سمعته في الكارير الكلها معناها ما تصورت لي هو اكبر وقريب معناها مش تعرف قيمه محمد صلاح احنا مش قاعدين مباشره في مخبر باش نختموا به باش به اخبار نختموا به اللي هو كي تشوف انت البارح فما بعض الصور اللي شفتها من مصر في مصر البارح المطر كانت تصب اي ما لقيتش في المطر هذيك الناس خرجت تلافز من المحلات نتاعهم للشارع والشارع يقعدوا فيه رجال كبار نساء في وسط قهوه والناس تشجع بقلب ورب في محمد صلاح باش يمركي تعرف شنو هي الشيء اللي بدلوا في الشعب المصري وفي العرب. علاش؟ على خاطر ما نساش الجمعيه اللي خرج منها، ما نساش بلاده والقريه نتاعو في الصعيد، ما نساش المدرب الاولاني اللي تكون على يديه وقت اللي معناها مشى يطل عليه يلقاه في ظروف صعيبه عاونه ماديا، معناها فما رجل اعمال زاد سمعت لي وحب يهدي له دار، قالوا ما تهديليش دار وحقها نتبرع به للمدينه نتاعي، معناها شوف التفاصيل صغيره، شوف كيفاش يفكر معناها السيد وهل جزاء الاحسان الى الاحسان. اكزاكتومون وقت اللي تعطي برشا حب راه يرجع لك برشا حب. أو تونسي كيفاش راهو؟ صحيح ولا مش كي تعطي برشا حب يرجع لك برشا حب فوالا. فوالا. ريت. برشا حب. بون ساعات تعطي حب ما يرجعش حب. بعد شويه راه باش نحكيو على الحكايات هذيا وعلى الحب وعلى لي زونت بوزيتيف وعلى ان فرحانه وما نعرفش علاش وبرشا برشا 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 حب باش تحكيو عليه من بعد مع مدام دليله غلياني كيف نكملوا مع حسين. باهي التوانسه كيفاش شافوا الانجاز تاع محمد صلاح؟ فما اللي حكى لمحمد صلاح وفخر الدين قلبي وحكيت كيفاش الزوز كانوا يكوروا مع بعضهم واحد حل قهوه في صحيح في منطقه والاخر مشى. بون انا ما نحبش المقارنه هذيك لانه كل واحد كما قلنا شاد ثنيه مش بشرط هي الزوز يمشيوا الزوز مع بعضهم لانه كان فما فريق كامل وكل واحد وخذ ثنيته في الحياه وكل واحد ورا باش كاتب له وكل واحد اللي فور اللي عمله صحيح. تبقى انه باش نحكي لمحمد صلاح التوانسه شافوه معناتها انه عملوا مقارنه ما بينه هو اللي قر روما البارح وفما واحد اخر قر روما قبله هو اللي هو حنا بعض الصوره اللي قاعدين راهو فيها لهنا قال لك حتى في الشبه يشبهوا لبعضهم في الحجامه هذيك هي حنا بقى قهر روما هو يظهر لي قهر روما بلطف معناه خاطر هو قبل كان يلعب في روما دونك حتى كي مرك البارح ما احتفلش بالهدف معناه احتراما للفريق شوف العقليه وين توصل معناها لا هو تبارك الله عليه باش نختموا من الحاجات اللي ممكن قبل حتى الماتش بتاع البارح وهو ديجا متالق وقاعد يعمل في حاجات معناتها غريبه جدا سلم على جوهرات ابار انه سلم على جوهرات البارح معناتها جات من هيئه نتاع هيئه الاراضي في المملكه العربيه السعوديه هو يعيطوا له معناتها اسم الشهرة نتاعو ابو مكه لانه عنده بنته مسميها مكه الابان البارح يعطيوه قطعه ارض هديه في مكه معناتها انت راهو من اغلى البلايص في العالم من اغلى البلايص نتاع الاراضي في العالم جمله هي مكه المكرمه كي تاخذ قطعه ارض
هدية ما تتصورش شنية تعني له هدية أكثر من الألقاب النجم يخوهم معناتها بالعالم الكل. صحيح. تحية محمد صلاح وتحية لأي إنسان خدم على روحه وأمن بروحه وصل برشا كيف وخدمه راهو. أما أمنوش برواحه. قالوا ليه ما نوصلش ولا هو حتى معناتها تصور إنسان مقاولون العرب معناتها ماهيش جمعية معناها كبيرة معناها مش الأهلي ولا الزمالك. في تشيلسي معناتها وقت كور في تشيلسي معناتها برشا قالوا ليه طاح سي أسطورته مشات يبان طاح وعاود قام مرة أخرى وعاود رجع ورجع أقوى. ما أمنش بالفشل. وحاجة أخرى أنا تعقيبا على اللي قلته أنت الهدية نتاع قطعة الأرض إن شاء الله زادة السعودية تتلف شوية ما تتلفت للناس اللي حداها في الصومال وفي أثيوبيا اللي وكلتهم المجاعة غاديكا واليمن اللي وكلتها الحرب وتذكرهم حتى بحاجة سمبوليك كما ذكرت. البارح وقفوا مليون تقريبا، البارح عملوا حملة أمنية كبيرة ياسر في السعودية وقفوا تقريبا مليون واحد اللي هم نسميهم المتخلفين في الحج، فما الناس تمشي تحج تمشي العمرة لا تمشي العمرة وما تروحش تقعد للحج. كي لموا يلقوا تقريبا مليون واحد مليون. رقم رهيب معناتها. تصور أنت معاك عملوا حملة خموا عليك. ما على خاطر هذوكم ما يخسروا منهم برشا فلوس هذيك علاش الحمله جابت نتيجه. باهي يعطيكم الصحه نشوفكم غدوه ان شاء الله في اخر حلقه في الموسم هذا ان شاء الله. باش تغني لنا غدوه ان شاء الله انت ومحرز. ان شاء الله وعدنا انه في الحلقه الثانيه انت ومحرز. ما نغنيش. انا وملاك باش نكونوا كورال معناتها متطوعين اما انت ومحرز باش تغنيوا. ديو باش يكسر الدنيا. باهي غدوه مش غدوه توا باش نمشيو للسيده نعمه والجاموسي وينك يا غالي ومن بعد نرجعوا كما قلنا نستقبلوا بحدينا مدام دليله غريني نحكيو معاها على مشروع كامل على فكرة كاملة تحملها ناخذوها بعد شوي. عبر هيلك اسمع طارق يغزل عليك ابشي عينك يا غالي حبك يا روحي مالي قلبي وانت على بالي بعدك الدنيا العين الدمعة مالية بعدك الدنيا خالية والعين الدمعة مالية وعلى بعادك من اللي صبرني فينك يا I'm
مشيت عين. لو كنت البرج اللماح شكت الدنيا في حين. يا مليان قلبي ناح ينادي على حبيبه الغالي في. احلى ما نبداو به صباح اليوم نعمه ولا الجاموسي نهديوها لكم الناس الكل اللي اخترتوا اليوم تكونوا معنا على الوطنيه كما قلنا لكم اليوم دونك الاربعاء غدوه يكون الخميس اخر موعد معكم في الشبكه الشتويه وان شاء الله يتجدد الموعد تقريبا بعد زوز اسابيع نتقابلوا معكم في شهر رمضان الفضيل من هون الى الوقت نتمنى انه تقعدوا ديما تتابعوا الوطنيه وديما تتابعوا صفحتنا زاده على فيسبوك خاطر ديما باش تلقاو فيها جديد وباش تكون معاكم زاده كواليس الاستعداد للبرنامج دونك خليكم ديما برونشي صفحتنا على فيسبوك اسمها في تونس بالعربي ونشكر الناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا يبعثونا في اقتراحات وخاصة يتبعوا في الغنيات هذه التوينسة اللي في كل مرة جينا مقترحات الغنيات جديدة دونك احنا مكملين معكم وكما قلت قبليك باش نحكيوا على برشا حب باش نحكيوا على برشا طاقة إيجابية على برشا رسائل إيجابية وقت اللي أنت تقتنع بهم وتقولهم راو يرجع عليك بالإيجابي وتولي حياتك خير هذه فلسفة يزكم تقتنعوا بها وفلسفة أخرى جينا بها ماما دليلة اليوم باش تحكي لنا على أنا فرحانة وما نعرفش عليه دونك صباح النور نهارك زين مرحبا بك صباح الخير اليوم تجينا بفلسفه قلت لي قبيله اللي هي حكايه بسيطه لكن لو كان نقتنعوا بها كيما اقتنعوا بها ناس اخرين وجربوها راهو عندها برشا تاثير ايجابي علينا في حياتنا بالضبط فسر لنا فسر لكم ها يا سم المليون سلوغان في المليون سلوغان انا فرحانه وما نعرفش علاش وتقيد الدايوغ في الحقوق وولات انترناشونال معناها انا فرحانه وما نعرفش علاش بالتونسي جو سوي زوغوز اي جو نسي با بوركوا اي ام هابي اي دون نو واي بثلاثه لغات هذوما انتشرت شنو هي الفلسفه هذيا وراها ثلاثه ابعاد البعد الاولاني وقت اللي انت تقول انا فرحانه وما نعرفش علاش واحنا عملناها كيما الغنيه معناها انا فرحانه وما نعرفش علاش انا فرحانه نشوف بعيني انا فرحانه نمشي على ساقي انا فرحانه خاطر ربي معايا ديجا ثلاث حوايج هذوما وقت اللي ديجا انت تقولهم ككهل معناها امراه فهمت الدنيا ديجا ياثروا عليك خلي ما بالك انك تقولهم لوليدات الصغار قاعدين يكبروا بشويه بشويه وشحنيهم بطاقه سلبيه والدنيا تخوف والدنيا مشاكل دونك اللي يقولوه لهم الكل باش العقل الباطني يشربوا وتظهر لهم بعد الدنيا تولي تخوف والدنيا فيها مشاكل والفلوس ما تجيش سهله تعرف ان العقل الباطني فريمون كل كلمه تقولها له يسمعها ويعطيها لك من بعد مردود في حياتك من بعد هذه علاش قلت لك فلسفه عميقه جدا وسهله السهل الممتنع انا نسميها وقت اللي انت كل يوم تتعلم تبرمج روحك في الصباح دوبا وين تحل عينيك معناها تحمد ربي وتقول انا فرحانه او ما نعرفش علاش وتغنيها ماذا بيك تغنيها خاطر الروح تحب هكا المرح برمج روحك ديجا اللي انت فرحانه وما تعرفش علاش اما تعرف علاش انا فرحانه ونعرف علاش انا فرحانه ديجا نتنفس انا فرحانه ديجا نهار جديد ربي عطاهولي كنت نجم ما نقومش على الصباح انا فرحانه عندي انتوا عندي انا فرحانه عندي قهوه في كوشينتي عندي عائله عندي خدمه حتى كان ما عنديش خدمه نقول الحمد لله يا ربي باش تجيني هذاك كلها دوك البعد الاولاني فيها برشا برشا غراتيتود معناها الامتنان تمرين في الامتنان اللي احنا توانسه نقولوا احنا مسلمين نقولوا الحمد لله ما نقولوها بالشفايف لا لازم تكون مقتنع بها الفكره وفاهم اللي راهو انت عندك امتياز كبير انه الحواس اللي احنا تعودنا بها ودخلت في الكوتيديان نتاعنا انك تخرج وتمشي وتعيش وعندك عائله وعندك دار وعندك ساقين تمشي عليهم وعندك عينين تشوف بهم الدنيا راهو غيرك يتمنيهم دونك انت عندك نعمه احمد ربي عليها يعطيك الصحه وفي الدين نتاعنا ان شكرتم فازيدنكم ربي تحمدوا على هكا يعطيك هكا دونك تمرين امتنان احنا شنو اللي صاير لنا بصفه عامه العبد من غير ما يفطن بدون وعي خاطر خدمتنا الكل هي البولي واعي انسان تعيش بالوعي ماشي في بالهم هذاك
سي غارونتي معناها حاجه عاديه. اي حاجه من البديهيات نتاع الحياه. لا لا برشا عباد توا يتمناوا انهم يتنفسوا عادي، برشا عباد يتنفسوا بالماكينه. صحيح. دونك احنا يلزمك كيف تعود روحك انك تركز على الحاجه الباهيه اللي عندك تزيد وتكثر، هذا هو قانون الجذب. صحيح. كي تركز على المونك على الحاجه اللي ما عندكش تزيد تكبرها، هذا هو اللي مازلنا ماناش واعيين به مالوغوزمون. وانا شاده صحيح والله تو في ثنيه جايه قلت دليله تو قاعده نكتب في الكتاب الثاني انا وبنتي، يا اخي ما عندي ما نعمل انا تو جايه نحكي. لا قلت عندي رساله، ربي قال لي عندك رساله، لازمك تفطن العباد محلاهم راهم كلهم عندهم طاقه المحبه وطاقه الامتنان، اما ناش فاطنين. اللي فما حاجه فينا الهيه قوية مخبية ورا شنوا ورا مشاكل الدنيا والفاتورات لا لازم كل واحد يبربش من داخل باش يعرف يخرجها. عندنا كنز، عندنا كنز صدقني، عندنا كنز مش ذهب لويز في كياننا واحنا مخبينه باش بالمشاكل والثرثرة السلبية. دوك نجيبوا الخايب باه نمشيو الحاجة الثانية. الحاجة أنا فرحانة وما نعرفش علاش. الحاجة الثانية هي أنك تخليك إحساس بالفيلينغ جود، تحس روحك مرتاح. ما عادش كان تفرجتوا في فيلم لو سكري سيكريت اللي هو فيه يحكي على قانون الجذب، فيلم امريكاني تعمل مع باغون دام اوستراليان روندا بيرن. جات في اخر الفيلم قالت لك باش تجبد كل حاجه مزيانه في حياتك، النجاح والتالق والرزق والوليدات الصالحين، لازمك تحس روحك ديما مرتاح، فيلينغ جود مع شكون؟ مع روحك، مع نفسك، مع ذاتك. جات في اخر الفيلم هذاك، علاش توا نحب الصوره تقعد في ذهن اللي يتفرجوا فينا الكل. جات في اخر الفيلم وخذت عود ان باتو وجات على السابل على التراب في بحر وصورت قلب هكا وكتبت فيه جاست في جود، معناها انت الهدف نتاعك يوميا انك تحس روحك مرتاح مع شكون؟ مع روحك. وقت اللي تحس روحك مرتاح تجيب الحاجه الباهيه، هذاك علاش وقت تقول انا فرحان وما نعرفش علاش وانا فرحان والحمد لله، تحس روحك مرتاح بالامتنان وتجبد الحوايج الباهيه. الرسالة الثالثة من وراء كلمة أنا فرحانة وما نعرفش علاش هي أنك تعيش الوقت الحاضر، تعرف أنت leave the present moment، تعيش الوقت الحاضر، خاطر احنا تو بصفة عامة تسوق الكهرباء وعقلك في بيروك. يتخمم في اللي تعدى، يتخمم في اللي جاي، أخيب حاجة. يا تقعد تلوم مثلا ولا تنادم والا تتحلل في اللي تعدى عليك، والا تقعد تقول زعما غدوه شنو باش يصير، زعما غدوه كيفاش، زعما غدوه فما فلوس، زعما غدوه فما خدمه، زعما شكون باش يصير له هكا، وتقعد تخمم. دونك لي انسى اللي تعدى، راك ما تنجمش تبدله، وغدوه ما تنجمش تعرف. عند ربي. دونك عيش اللحظه اللي انت فيها توا. والاف الكتب تكتبت تكتبت ومنهم كتاب ايكارتولي كي يحكي لا بويسونس لو بوفوار دو مومون بريزون، قوه انك تتعلم تعيش الوقت الحاضر وتعيشه بامتنان وتعيشه بمحبه وتعيشه بابتسامه وبكلمه طيبه بقدره ربي، وراها حكمه، راها مش حكمه برك، بقدره ربي شو يصير لك تجبد كان الباهي. وقت اللي انت تخمم في قنقنت عليا حماتي وتعاركت مع لوزتي وعندي مشاكل شنو باش تجبد؟ باش تجبد كان تزيد مشاكل. مشاكل. نفس المشكله تعاودها فوتوكوبي. دونك وقت اللي انت تتعلم تقول انا فرحانه وما نعرفش علاش وانا فرحان وتقولها وترددها سبحان الله. فما احنا خاطر سلوغو عاملينه بعثنا فيه، بعثناه برشا بانستغرام وتوسا، يرجعونا العباد ايش يقولوا؟ يقولوا تعلمنا نقبل الوقت اللي انا مثلا انا في امبوتياج وانا فرحانه، انا نقص في البصل وانا فرحانه، انا شاده الصف، تولي تقبل كل حاجه ما تنجمش تغيرها، وهذا هو قانون الجذب. لازمك تقبل كل سيتياسيون ليس لك القدره انك تغيرها. كي تقبلها كسيتياسيون وتقبلها بالامتنان وبالابتسامه وبالراحه الراحه النفسيه، شنو باش يصير لك؟ تجيب كان الخير، واحنا نحبوا لكم الخير. دونك وصلت الرساله، وصلت الفكره ان شاء الله الناس الكل يمشيوا بالسلوغان هذايا ويطبقوه كما قلت انت في الحاجات البسيطه في حياتنا. دونك يكفي انه تشوف الجانب المعبي نتاع الكيس. يعطيك الصحه. انسى الفارغ هذاك واحسبوا هذاك هو كيسك وهذاك هو اشترى الكيس اللي عندك، وديما شوف الحاجات الايجابيه وديما شوف ربي شنو عطاك مش شنو خذ لك. يعطيك الصحه. مثالش نحب نعطي مثالش، جو سوي سيغ راهي تتفرج فينا. البارح جاتني واتساب من عند بنيه قالت لي راهي امي كانت لابسه، انا بعث لها ليها هي رساله، قلت لها تو انا بعث لك رساله في التلفزه. قالت لي رانا كنا عايشين لاباس علينا وامي مهندسه
ومن بعد صدفة عملنا فايت لطف يا ربي وما عادش عندنا مدخول فلوس، أمي انهارت ودخلت في الديبرسيون ولا تمشي للطب وتاخذ في الدويات، ما حبتش تفهم اللي هي لازم تتقبل السيتواسيون هذيا اللي هي اللي هي ما تنجمش تغيرها. وأنا وقتها نقول لها نسلم عليك برشا ونعطيك بوسة مدام ونقول لك اقبل وأخلق تصالح مع روحك وقول ربي معايا، ما أكثر شيء من ربي كيف يبدأ معاك لا يكون لا فلان ولا فلتان حتى حد، ما حاجتك بحتى حد، يبدأ ربي سبحانه معاك ما عادش حتى مشكلة، تقول لك شد في ربي وسايب يديك، شد في ربي واملا قلبك بالايمان واملا قلبك بالابتسامه والكلمه الطيبه، ما تبداش متغشه، ما تبداش مسبح لليل وانت تجبد في مشاكلك وتمغض فيهم كيلوبانه، راك باش تعاود نفس المشكله ما يتغير لك حتى شيء. ان شاء الله وصلت لك الرساله بكل محبه مدام. ان شاء الله ربي معها وربي يفرج عليها، وان شاء الله الفلوس اللي عملتها وضاعت تعاود تعمل اكثر منها، على خاطر الانسان اللي يصنع حاجه راه ينجم يعاود يصنعها، يكفي انه يكون هو مقتنع ويحب يوصل للحكايه. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ماما دليله، يعطيك الصحه، ان شاء الله نشوفوك في شهر رمضان الفضيل. ميرسي بوكو يعيشك. دونك احنا نكملوا معكم موعدنا باش نمشيوا للمشكل الحقيقه مطروح عنده برشا في قطاع الصحه، باش نتحدثوا على نقص اطباء الاختصاص وموضوع اطباء الاختصاص في الجزء الجاي من برنامجنا باش نتحدثوا فيه في البلاتو. لكن قبل هذه عنا فقرة مصورة مع زميلنا ياسين، نمشي نشوفوها بعد راجعين. العديد من المستشفيات الجهوية تعاني من غياب أطباء الاختصاص، وعلى الرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات لعلاج المشكلة المزمنة هذه، من بينها فتح الانتدابات لمعالجة النقص الفادح في الأطباء المتخصصين خاصة في المناطق النائية، فإن أغلب الحلول ما أفضتش إلى أي نتائج ملموسة، ما تسبب في وقوع وفيات بين المرضى جراء عدم توفر الأطباء المتخصصين اللي فضلوا العمل في القطاع الخاص لما يدره من دخل مرتفع عوض البقاء في مناطق تفتقر إلى أبسط الضروريات. تخصص طب النساء والتوليد من أبرز التخصصات اللي تغيب على عدد من المناطق التونسية الداخلية، هو ما تسبب في وفاة أم لثلاثة أطفال عمرها 34 سنة في تطاوين كانت على وشك الولادة، ولكن ما تمش قبولها في قسم التوليد في المستشفى الجهوي في تطاوين، وهذا لعدم وجود طبيب نساء وتوليد في المستشفى، ما أدى إلى وفاتها ووفاة الجنين. الشيء اللي تكرر في ولاية قبلي زادة، وآخرها حادثة وفاة رضيعة أثناء الولادة في المستشفى الجهوي في سيدي بوزيدة اللي أثارت جدل كبير في الأوساط الاجتماعية المدة الأخيرة، وفتحت ملف طب الاختصاص من جديد، والحلول اللي اقترحتها وزارة الصحة للنهوض بخدمات طب الاختصاص في القطاع العمومي داخل المستشفيات العمومية في كافة مناطق الجمهورية خلال فترة كل وزير شد وزارة الصحة. قصة الوفاة هذه اللي أثارت جدل واسع بسبب غياب طب الاختصاص في الجهة، قصة جديدة تنضاف لحوادث مماثلة ما منعتش من تواصل التعكرات الصحية لمرضى وحوامل في مستشفيات بسبب غياب طب الاختصاص، وهو ما خلى الملف أولوية على طاولة وزارة الصحة العمومية.